اهلا بكم في قناة بيولوجي دوت. ان شاء الله هنكمل اللي خدناه في الليبيد ميتابوليزم، وناخد مصطلح جديد اسمه لايبوليسيس، يعني عملية تكسير الليبيد. طيب سؤال اول، هي الليبيد موجودة فين في جسمنا؟ الليبيد ممكن تكون موجودة في الليفر او الاديبوس تيشو، او الليبيد تكون مرتبطة مع البروتين عشان تبقى كارير ليها عشان تنقلها في البلد، زي مثلا الكايبومايكرونز او الLDL. تمام. طيب هو الانزيم اللي هيكسر الليبيد كان اسمه ايه؟ فعلا هو اللايبيز. طيب الليبيد لو كانت موجودة عندي في الليفر او الاديبوس تيشو، فالإنزيم هيبقى اسمه هرمون سينسيتيف لايبيز. طيب لو كانت الليبيد متحملة مع البروتين، فالإنزيم اللي هيكسرها اسمه لايبوبروتين لايبيز. طيب كلامنا كله هيكون على الهرمون سينسيتيف لايبيز، ودايما الإنزيم ده ليه بيكون سينسيتيف للهرمون؟ علشان اي انزيم بيكون الاكشن بتاعه بيعتمد على الهرمونات اللي موجودة في الجسم. يا ترى الهرمونات هي اللي بتعمل له اكتيفيشن وستيموليشن، او الهرمونات اللي بتعمل له دي اكتيفيشن؟ طيب الانزيم ده في العادي هيكون inactive. ليه؟ عشان انا مش دايما بكسر الليبيد. طيب فهو لو كان الانزيم ده inactive يعني هيكون ديفوسفوريليتد. طب الفورم الاكتف بتاعه هيكون فوسفوريليتد تاني، بقى الانزيم اللي هو الهرمون سنسيتيف لايبيز ده انزيم بيكسر الليبر الموجودة في الليفر والاديبوس تيشو. الانزيم ده inactive يعني ما فيهوش فوسفور، عشان اكتفه هيبقى فيه ايه؟ فيه فوسفور. طب هاكتفه بانزيم تاني اسمه بروتين كايناز سي او بروتين كايناز اي. طيب هو البروتين كايناز سي الانزيم ده اللي هياكتف لي هرمون سنسيتيف لايبيز، يعني هيفسفره، ودايما اي كايناز يعني بيحط له مجموعه فوسفين. طيب الانزيم البروتين كايناز سي ده بيتاكتف بالادرينالين والنور ادرينالين. تمام، دي هرمونات بتاكتف البروتين كايناز سي. طب والبروتين كايناز ايه؟ ده انزيم بيتاكتف بالسايكليك اي ام بي. طب هو السايكليك اي ام بي ده اجيبه منين؟ هجيبه من الاي تي بي. الاي تي بي بيتحول لسايكليك اي ام بي بانزيم اسمه ادينايل سايكليز. طيب الانزيم ذات نفسه في حاجه اكتيفيتور ليه وفي حاجه انهيبيتور ليه. الحاجه الاكتيفيتور الجلوكاجون والادرينالين. طيب والحاجة الانهيبيتور الانسولين. طبيعي، ليه الانسولين؟ عشان انا لو عندي انسولين في جسمي معناها ان انا عندي جلوكوز، معناها ان انا مش هحتاج اكسر ليبيد. عشان كده الانسولين عندي ده بيكون ايه؟ انهيبيشن، بيعمل انهيبيشن لتكوين السايكليك اي ام بي اللي هو بيعمل اكتيفيشن للبروتين كايناز ايه اللي هو بيأكتف الهرمون سنسيتيف لايبيز اللي هو بيكسر الليبيد. السايكليك اي ام بي ده قدامه طريقين، يا اما يتحول لاي ام بي يا اما يعمل اكتيفيشن لبروتين كايناز اي. طيب لو اتحول، انا دلوقتي عايز السايكليك اي ام بي ده يعمل اكتيفيشن لبروتين كايناز اي، يعني عايزه اعمل انهيبيشن للتفاعل ده، هعمل انهيبيشن للانزيم ده اللي هو فوسفودايستريز. ايه الحاجه اللي تعمل له انهيبيشن؟ الكافيين. طب وايه الحاجة اللي تعمل له اكتيفيشن؟ الانسولين. فطبيعي، طب ما هو الانسولين لما يعمل له اكتيفيشن معناها ان السايكليك اي ام بي هيتحول لاي ام بي ومش هيأكتف لي الانزيم اللي بيكسر الليبيد. فعشان كده الانسولين طالما موجود في الجسم معناها عندي جلوكوز، معناها ان انا مش هحتاج اكسر الليبيد. طب امال ايه؟ امال ايه الكافيين ده؟ الكافيين طبعا الكافيين بيعمل انهيبيشن ليه التفاعل ده، فبيسيب السايكليك اي ام بي موجود عندي عشان يعمل اكتيفيشن لبروتين كايناز اي. تمام كده؟ طيب عشان كده اقول لك الكافيين بيخسس
طيب لازم ضروري ان انا لما اشرب فيها حاجه فيها كافيين ما احطلهاش سكر. ليه ما احطلهاش سكر؟ عشان الكافيين الانسولين بيلغي عمله، تمام. وعشان كده برضو لما اكل اكله فيها سكر لازم الكافيين اشربه بعدها بساعتين لو انا عايزه اعمل لايبولسز للي بتاعتي. طيب انا اكتفت الانزيم اللي هو مين؟ الهرمون سنسيتيف لايبيز اللي هو بيكسر الليبيد بايه؟ بحاجتين، يا اما بروتين كاينيز A يا اما بروتين كاينيز C. بروتين كاينيز A بيتاكتف بالسايكليك A ام بي، بروتين كاينيز C يعني بيحصل له اكتيفيشن بالادرينالين والنورادرينالين، وبكده يبقى انا اكتفت الانزيم ده. الانزيم ده اللي هو الهرمون سنسيتيف لايبيز لما بيشوف التراي اسايل جليسرول. ليه تراي اسايل جليسرول؟ لان ده الاستورج فورم بتاعي الموجود في الليفر او الاديبوستوش، ده الفورم اللي انا بتعامل بيه. فبيكسره لي ايه؟ لحاجتين، لجلوسرول وفاتي اسيد. دلوقتي انا معايا التراي اسايل جليسرول ومعايا الهرمون سنسيتيف لايبيز متاكتف، فبالتالي هيكسر لي التراي اسايل جليسرول الموجود في الليفر او الاديبوس تيشو لجليسرول وفاتي اسيد، تمام كده. طيب ايه مصير بقى الجليسرول؟ الجليسرول هحط له فوسفيت بانزيم اسمه جليسرول كاينيز، والانزيم ده موجود يا في الليفر يا في الكيني، ويحول لي الجليسرول لجليسرول 3 فوسفيت. وبعد كده الجليسرول اكون منه جلوكوز في عمليه الجلايكونوجينسيس، تمام كده. طب ده مصير الجليسرول. ايه بقى مصير الفاتي اسيد؟ الفاتي اسيد هعمل له اوكسيديشن. ليه اعمل له اوكسيديشن؟ عشان اطلع الانرجي اللي انا محتاجاها او المصر تبقى محتاجاها. طيب الاول في الفاتي اسيد الكربونه دي بتبقى كام؟ 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4 ودي 5، او في تسميه تانية للكربونه اللي بعد الكربوكسيل جروب بسميها الفا، والكربونه اللي بعدها بسميها بيتا، او في تسميه من عند الميثايل جروب بسميها اوميجا. يعني مثلا دي اوميجا 1، دي اوميجا 2، دي اوميجا 3، دي اوميجا 4، تمام كده. طيب البيتا اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد، انا عندي دلوقتي في الفا اوكسيديشن وفي بيتا اوكسيديشن في اوميجا اوكسيديشن. انا ههتم بايه؟ ههتم بالبيتا اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد. طب البيتا اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد ده بيحصل فين؟ بيحصل في الميتوكوندريا. بس عايز ستيب، ايه الستيبس بتاعته؟ اول حاجه ان الفاتي اسيد اللي معاك ده لازم يحصل له اكتيفيشن، فبعمل اكتيفيشن اوف الفاتي اسيد، دي اول ستيب. تاني حاجه ان الفاتي اسيد ده على عمليه الاكتيفيشن دي بتحصل فين؟ بتحصل في السيتوبلازم، ولكن انا عايزه الفاتي اسيد ده ينزل فين؟ ينزل الميتوكوندريا. فدخله ازاي؟ هدخله بعمليه اسمها كارنيتين شاتل، وبعد كده بتبدا عمليه التكسير بتاعت الفاتي اسيد عشان اطلع طاقه. يبقى اذا البيتا اوكسيديشن اوف الفاتي اسيد دي بقى اللي اصنع عمليه اللايبولسيس، بتحصل في الميتوكوندريا. اول حاجه بحتاج اكتيفيشن الفاتي اسيد، تاني حاجه بنقله جوه الميتوكوندريا للكارنيتين شاتل، وبعد كده بعمل خطوات الاوكسيديشن. بعد كده هعمل الاكتيفيشن اوف الفاتي اسيد. العمليه دي بتتم فين؟ في السيتوبلازم. باخد الفاتي اسيد بتاعي اللي هو ده وبحوله لفاتي اسايل كو اي، تمام، بانزيم قلنا قبل كده اسمه اسايل كو اي سنسيتيز، وبحتاج اي تي بي بتحول لي ام بي وبايروسيت. يبقى ده اول حاجه اكتيفيشن اوف الفاتي اسيد، دي بتتم فين؟ في السيتوبلازم. بعد كده انا محتاجه انقل
الفاتي اسايل كو اي للميتوكوندريا، بس الميتوكوندريا بتكون عاملة حاجز عليها، ما تدخلش اي فاتي اسيد الكربونات بتاعته اكبر من 12. طيب فاعمل ايه؟ احل المشكلة دي ازاي؟ ادي عندي اوتر ميتوكوندريا ميمبرين، وادي الانر ميتوكوندريا ميمبرين، وادي الميتوكوندريا الماتريكس. اللي هعمله ده العملية دي اسمها كارنتين شاتل، ان انا انقل الفاتي اسايل كو الى داخل الميتوكوندريا الماتريكس عشان تتم عليه عملية الاكسديشن. طيب العملية دي هتحتاج ثلاث انزيمات. اول حاجة الانزيم ده اسمه ايه؟ كارنتين اسايل ترانسفريز 1، او في ناس بتسميه كارنتين بالموتويل ترانسفريز 1. تاني انزيم اسمه ترانسلوكيز. ثالث انزيم كارنتين اسايل ترانسفريز 2. الانزيم ده موجود في الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين. طب شغلته ايه؟ شغلته انه ياخد الكارنتين اللي عنده، دي الحاجه اللي هقدر اشيل عليها الفاتي اسيد بتاعي المتاكتف وادخله جوه، بياخد الكارنتين من عنده، وادي الاسايل كو اي اللي هو الانزيم الفاتي اسيد المتاكتف، ويقوم مديني حاجه جديده اسمها اسايل كارنتين. يعني خد الاسايل كو اي المتاكتف ومع الكارنتين، واداني حاجه اسايل كارنتين وطلع الكو اي. تمام كده. بعد كده احنا دلوقتي عايزين ندخل للميتوكوندريا الماتريكس، يجي انزيم اسمه ترانسلوكيز. طب وظيفته ايه؟ وظيفته انه يدخل الاسايل كارنتين ده الى داخل الميتوكوندريا الماتريكس. طيب بعد كده انا ما كنتش عايزه اسايل كارنتين عشان اعمل بيتا اوكسيديشن، انا عايزه اسايل كو اي. فيقوم جاي انزيم اسمه كارنتين اسايل ترانسفريز 2، وظيفته ان يفكر الاسايل كارنتين الى كارنتين والاسايل كو اي. تمام كده. بعد كده يجي انزيم اسمه ترانسلوكيز تاني، ياخد الكارنتين يطلعه عند الاوتر ميتوكوندريا الممبرين عشان يجي كارنتين اسايل ترانسفريز 1 مع اسايل كو اي جديد يديني اسايل كارنتين. يبقى تاني انا عندي في الاوتر ميتوكوندريا الممبرين انزيم اسمه كارنتين اسايل ترانسفريز 1، ده وظيفته ياخد الكارنتين اللي عنده مع الاسايل كو اي ويحملهم على بعض عشان يقدر يضحك على الميتوكوندريا ويدخل لها الاسايل كارنتين. بعد كده يجي انزيم اسمه ترانسلوكيز وينقل الاسايل كارنتين الى داخل الميتوكوندريا. بعد كده يجي انزيم اسمه كارنتين اسايل ترانسفريز 2 ويفك لي الاسايل كارنتين الى الكارنتين واسايل كو اي. تمام. ده الاستراكشر بتاع الكارنتين، ودي مجموعه الاو اتش اللي بشيل عليها الاسايل. تمام. طيب الكارنتين ده بيجي منين؟ بيجي من الدايت، من امينو اسيد اللي هو اللايزين والميسونين، ودي اسينشال امينو اسيد لازم تبقى موجوده في الدايت. فعشان كده عشان اساعد في اللايبوليسيس بتاعه الليبيد لازم اكون واخده ايه؟ امينو اسيد او واخده بروتين كويس عشان اقدر اكون كارنتين عشان عمليه اللايبوليسيس.